ألسان الحضور برجاء الانتباه للفيديو التحفيزي الذي يتم بثه الآن على الشاشة الرقمية للصالة. قبل ما أجي في 1999 كان تاريخ مصر في كرة اليد لا يذكر تقريبا. الفريق لعب بطولة إفريقيا 8 مرات ومكسبش البطولة ولا مرة. وقتها كانت الجزائر هي القوة العظمى في القارة، كسبتها 5 مرات وتونس 3 مرات، ومصر أحسن حاجة عملتها هي الوصول للنهائي 3 مرات. وعلى المستوى العالمي بدأ المونديال في 1938، ولحد 1990 مصر صعدت مرة واحدة بس في 1964، وخسرت 3 ماتشات بنتائج كبيرة بسبب فارق المستوى. سنة 1990 تعاقد معايا حسن مصطفى رئيس الاتحاد المصري وقتها، وكان هدفه أننا نبني جيل للمنتخب مش بس خلال فترتي ولكن يستمر للمستقبل، وكانت دي خطتنا. وقتها الاتحاد المصري حط قوانين غريبة بالنسبة للناس، يعني مثلا فرض وجود لاعبين بيلعبوا بالإيد الشمال في كل فريق، وده للتغلب على مشكلة الطرف الأيمن. بعدها جه دوري أنا، واعتمدت على 3 حاجات: الثقة والذكاء والعقلية. ما كانش فيه إنجازات وتاريخ لمنتخب مصر عشان أشد اللعيبة بيهم، وبسبب ده كان لازم أزرع فيهم الثقة. واجتمعت مع اللعيبة، قلت لهم أنا واثق في قدراتكم وشايف إنكم تقدروا بمهاراتكم تنافسوا كبار العالم، ما ينفعش تتأثروا بالماضي. لكن الحقيقة إن اللعيبة كانت متأثرة بالنتائج ومش مقتنعة بقصة المنافسة العالمية، خاصة إنهم اتعودوا أساسا على الخسارة قدام الجزائر في أي بطولة. وعشان كده كانت بطولة إفريقيا 1991 في مصر هي حجر الأساس. ورغم مخاوف خسارة اللقب داخل مصر، لكن كان عندي ثقة كبيرة في إن اللعيبة هتكون على قد المسؤولية. وفعلا قدرنا نكسب الجزائر المتوجة باللقب القاري 5 مرات في النهائي عشان تحقق مصر اللقب لأول مرة. مش بس كده، في نفس السنة كسبنا الجزائر تاني في دورة الألعاب الإفريقية عشان تبدأ كرة اليد المصرية تتنقل لمرحلة جديدة. بعد عقدة الجزائر وبطولة إفريقيا كان لازم استغل ذكائي عشان ناخد الخطوة التانية. قلت للعيبة انتوا ما ينفعش تكتفوا بالفوز على الجزائر مرتين او تحقيق اللقب القاري، لكن لازم تكون دي البداية للعالمية. اللعيبة بدأوا يقتنعوا بكلامي اكتر بعد ما شافوا بعينيهم ان ثقتي فيهم كانت في محلها، وبدأنا في الخطوة التانية. لعبنا مباريات ودية قدام فرق أوروبية بدعم من الاتحاد المصري. بدأت الثقة توصل للكل ان مستقبل اليد في مصر على مساره الصحيح. كان منتخب مصر بيخسر بنتائج كبيرة قصاد فرنسا والسويد، لكن قلت لهم ان مش هدفنا النتيجة دلوقتي، هدفي هو الاحتكاك القوي مع الفرق الكبرى، وده هيعود علينا قدام، وان النتائج دي منطقية لانكم بتلعبوا قدام لعيبة كان اخركم بس تشوفوهم في التلفزيون، لازم الرهبة دي تروح منكم وللمرة التانية تنجح خطتي ونكلل مجهودنا بتحقيق أمم إفريقيا مرة تانية في 1992، وفي رسالة قوية إن في قوة عظمى جديدة بتظهر في القارة. والخطوة الثالثة كانت العالمية. تأهلنا فعلا لبطولة العالم 1993 في السويد، وللعلم من وقتها لحد دلوقتي مصر شاركت في كل بطولات العالم اللي بعدها. يمكن ما حققناش إنجاز عالمي من حيث المراكز وقت ولايتي، لكن كسرنا رهبة الفرق الأوروبية وحققنا إنجاز تاريخي في المباراة الافتتاحية بالفوز على تشيكوسلوفاكيا 21-20 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق فوز على فريق أوروبي في بطولة العالم. بعد إنجاز الفوز على فريق أوروبي في بطولة العالم حققت كل أهدافي وطموحاتي مع المنتخب، وهنا جه وقت التأثير على العقلية، وده عشان مستقبل المنتخب وما تكونش مجرد طفرة لسنة أو اتنين وبس. بدأت الاجتماع مع المدربين المصريين، وحقق منتخب الشباب في 1993 لقب بطولة العالم بقيادة جمال شمس المدير الفني ومحمد الألفي المدرب العام كأول فريق غير أوروبي يحقق الإنجاز ده. بدأ الاتحاد المصري يهتم بالمدربين المصريين، وخرجوا في بعثات للمجر وألمانيا والبرتغال ودول أوروبية تانية عشان تزيد الخبرات وتنتقل للأجيال الأصغر سواء مدربين أو لاعبين. بعد كل ده جه وقت الحصاد،
مصر حققت برونزية بطولة الشباب في 1999 وإنجاز أول فريق غير أوروبي يوصل للمربع الذهبي في بطولة العالم للكبار، وده لما حققت رابع بطولة 2001. اتلعب 56 نسخة من بطولات العالم على مستوى الكبار والشباب والناشئين، 54 لقب لفرق أوروبا واثنين لمصر. ظهرت كفاءات في التدريب زي الألفي وشمس وأثروا على الناشئين بشكل قوي، وعشان يظهر لمصر بعد كده جيل جديد من المدربين زي حسين زكي وهاني الفخراني ومروان رجب وحمد الروبي والنقيب وغيرهم. وعشان بعد 28 سنة من التخطيط تحقق مصر بطولة العالم للناشئين وبرونزية الشباب، وآخر بطولة عالم يكون الكبار ضمن أفضل 8 فرق في العالم. وبعد ما كان طموح المصريين هو لقب قاري ووصول لكأس العالم وقت وصولي، بقى حلمهم دلوقتي هو ميدالية عالمية في 2021. أنا وجيل سابق عملنا دورنا من عقود وحطينا القاعدة اللي مشي عليها أجيال بعدينا، ودلوقتي جي دوركم أنتوا عشان تحطوا بصمتكم وتخلوني أنا وأحفادي من بعدي دايما فخورين أني كنت جزء من منظومة ناجحة زي كرة اليد المصريه.